السيارة بنهاية الحارة من تحت، كان فيني أرجع لورا أترك من الحارة اللي أنا فيها وأكمل على البيت، بس نزلت. أنا نازل لتحت. من حروف الألم يولد الأمل، ومن أشواك الحياة نستلهم العبر. كلمات من سيل خواطر جادت بها قريحة السوريين ممن وجدوا في تدوين خواطرهم ويومياتهم أسلوبا لتوثيق الحدث في بلد أضحى للأحداث عنوانا. وفيما يواصل الثوار معركتهم بالرصاص مع النظام، يقوم آخرون تارة بالقلم وتارة أخرى بالصوت والصورة على توثيق ثورتهم، حيث يجمعون الحكايات اليومية في مدونة أرادوا لها أن تكون منبرا لتدوين أحداث يعيشها المشهد السوري. ولا يقف القائمون على هذه المدونة التي تعتبر جزءا من عمل منظمة عامة ينشط فيها 100 ناشط وناشطة ممن يملكون خبرات مختلفة، ليس في حدود التوثيق المكتوب فحسب، وإنما سيطلقون إذاعتهم على شبكة الإنترنت مطلع الشهر المقبل تحت اسم إذاعة بلدنا، في وقت يواصل فيه فريق آخر إنتاج الأفلام الدرامية الواقعية للأحداث اليومية من واقع القصص التي تردهم. مهم جدا ألا نفقد إنسانيتنا وسط الأحداث المؤلمة، مهم جدا ألا يكون شهداؤنا ومعتقلونا مجرد أرقام. لك شو عملت يا مجنون؟ حدا بيقرب من المخفر؟ والله العظيم لو شافوك ليشحطوك. ما بيكفي معلق اليوم علم الحرية على جسر المشاب شارع الثورة؟ المنظمة تأسست منذ نحو عام ونصف برئاسة شاب يطلق على نفسه أبو عمر، وهو الذي رفض الإفصاح عن هويته في لقاء جمعنا معه على السكايب، لكنه أكد أن المنظمة متعددة الأنشطة والبرامج وتهتم في توثيق إنسانية الثورة. القائمون على المدونة أبرموا فيما بينهم ميثاق سوريا الذي يشرف على عدد من المشاريع كغرفة الأخبار وفريق الترجمة، فضلا عن ناشري الأخبار العاجلة وغيرها من الأعمال التطوعية. راشد العيد، العربية.